قنوات المجد للأطفال، أمان لطفلك وراحة لبالك. أحمد، بقول لك ايه، انا جات لي فكره حلوه جدا. فكره ايه؟ بص، احنا هنغير اصواتنا وهنعمل مقلب في خاله. هنغير اصواتنا ازاي يعني؟ يعني انا اقلد صوتك وانت تقلد صوتي ونشوف بقى اذا كان عرفنا ولا لا، يعني بنهزر. اكيد هيعرفنا بكل سهوله كمان. يا عم بس امشي ورايا، مش هتخسر حاجه. تعال نجرب نهزر معاه كده ونشوف رده فعله هتبقى ايه. مثلا هيعرفنا بسرعه ولا هيتلخبط كده. يلا بقى بسرعه، خلو جه اهو. يلا ايه ده؟ هو احمد المدثر فين؟ غريبه. امال انا هخاف يا خالو. خالو مدثر؟ مدثر انت بتكلمني منين؟ ده عارفني. ايه السهوله دي؟ قلت لك انه هيعرفك بكل سهوله. ده ما لحقش يخمن حتى، ده عارفني بسرعه. طب اقول لك ايه، جرب انت كده هيعرفني برضه. يا عم بس جرب، مش تخسر حاجه. ازيك يا خالو، ايه اللي رجعك متاخر؟ احمد انتوا مستخبين فين؟ انتوا بتعملوا كده ليه اصلا؟ ما تظهروا بقى. ده انت اسهل مني. ده ايه ده؟ ما لحقني. بقول لك ايه، شكل المقلب كده باظ. يلا بينا. ازيك يا خالو، انتوا مستخبين ليه وايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ بص يا خالو، احنا كنا عايزين نعمل في حضرتك مقلب بصراحه. ايه انا كان فاكر ان احنا كل واحد لما قلد صوت التاني ان انت مش هتعرف، بس انا قلت له انك هتعرف بكل سهوله كمان. بصراحه بقى انتوا ما عملتوش المقلب حلو شكلكم، وبعدين الاصوات دي مميزه جدا، اكيد هعرف في صوت كل واحد فيكم. ازاي يعني يا خالو؟ يعني ازاي ده كل واحد ليه صوت مميز؟ ما هو اكيد كل واحد ليه بق وودان. أيوة. ولسان بيتكلم بيه. صح، بس انا برضك مش فاهم حاجه. يا مدثر، كل واحد ليه تردد صوت مختلف عن التاني، وهيختلف ده هيعمل تميز، والتميز ده هيعرفني الفرق ما بين صوتك وما بين صوت احمد، عشان كده انا عرفتكم على طول. يعني في فروقات؟ اكيد طبعا في فروقات كتير، بس برضك طب ليه ما يكونش احنا مثلا ما عملناش ايه الصوت حلو؟ يعني انا اتكلمت بطبقه من صوتي شويه، فعشان كده هو عرفنا بسرعه احنا المقلب بتاعنا ما بس. ممكن، بس عرفنا نار اخر. يعني انت عملتها غلط وانا عملتها غلط. ممكن، وبعدين انا وانت اساسا بنعرف نقلد اصوات بعض من زمان. ما يعني احنا فشلنا، دي حقيقه احنا فشلنا. بقول لكم ايه، هعمل معاكم تجربه جديده، ومن خلال التجربه دي انا هفهمكم حاجات عن الصوت اكتر. انا مش بس هعرفكم الفرق ما بين الاصوات، لا انا كمان هخليكم تشوفوا شكل الصوت. بصوا بقى يا اولاد، النهارده احنا هنحاول نكتشف حاجه جديده، مش هنعمل تجربه بشكل كبير، بس احنا هنحاول حاجه موجوده في حياتنا بس احنا ما بنشوفهاش، هنحاول نشوفها. خلونا ابسط لكم الموضوع، عشان انتوا ما شاء الله باصين لي بتركيز هايل وشكلكم مبلمين ومش فاهمين حاجه. حصل. اصواتنا، الصوت ده بيطلع ازاي لما بنتكلم؟ الله الله، هايل. ايوه، ما ان احنا لما بنتكلم الصوت ده بيطلع من جسمنا ازاي؟ من عن طريق الزور. الزور. يعني مثلا انا بعمل كده بقى، ده كده محتاج منديل صح علشان انت هتكح. لا يعني الصوت وهو طالع. سمعت برضو انت الحاجات دي، المعلومات دي بتسمعها صح؟ ايوه، انا عارف المعلومات اللي انا سمعتها. ما تسمعهاش تاني بقى، ماشي؟ لا، احنا عندنا حبال اسمها الحبال الصوتيه. ايه ده، زي حبال الغسيل كده؟ ايوه زي حبال الغسيل كده، متوقف تنشر الغسيل علشان ينشف وتعصرها فيطلع الصوت. لا طبعا، الحبال الصوتيه دي حاجات مختلفه. الحبال دي بتعمل اهتزازات جوه، وعلى حسب الاهتزازات اللي بتحصل الصوت بيطلع. فايبريشن يعني. يا ولا ايه يا ولا ده؟
انا عايزك كده تبقى مركز في دروس اللغه وما تركزش في دروس العلوم. ركز معايا. طيب في حاجه انتوا ممكن تكونوش عارفينها، الاصوات اللي احنا بنسمعها دي بتبقى ترددات ما بين فئه معينه وفئه معينه، يعني الانسان الودن بتاعته بتسمع ترددات معينه. تمام. لو الترددات دي زادت عن حدها ممكن ما نسمعهاش، ولو قلت عن حدها برضو ما نسمعهاش. علشان كده في كائنات حيه تانيه مختلفه بتطلع ترددات احنا ما بنسمعهاش. طب هقول لكم مثال يا رب تجاوبوا. حد عارف ليه النعامه بتدفن راسها في الارض؟ عشان زهقانه من الدنيا. صح، الحياه برضو صعبه، ضغوطات بقى ودروس ومدارس. صح، ودراسه بعدين بقى مثلا يعني في حاجه بقى مضايقاها النفسيه. يعني صح، انت قعدت مع النعامه ودردشت معاها طبعا. طبعا فدني بقى مدسر عشان انا علاقتي بالحيوانات مش قد كده. كنا قاعدين يعني وفتحنا موضوع والحمامه. النعامه اشتكت لي. اشتكت لك؟ قالت لك ايه؟ قالت لي انها عندها ضغوط. قالتها لك ازاي؟ ايوه. وانت رديت؟ وانا طب هي بتتكلم كده، بتتكلم معاها كده ليه؟ ما عشان مدسر عشان تفهمني. تكلمش. تقدر تقول لي يا احمد ليه النعامه بتدفي راسها في الارض؟ عشان تسمع الاصوات بشكل اوضح مثلا. ايه ده؟ شايف احمد؟ شايف حلاوه احمد لما بيقعد كده وهادي ويركز بيطلع الاجابات على طول. بقعد هادي فتره كده عشان اجمع المعلومات في دماغي. ايه العقل ده؟ يرتبها على طول ويقولها بقى. ايوه ويقولها، مش مهم، المهم ان هو قالها بالظبط. وده معناه حاجه مهمه جدا، ان الاصوات دي بتتنقل عبر الماده. فاكرين لما قلت لكم ان الماده فيها ثلاث حاجات؟ صلب، سائل، غاز. ما احنا بنتكلم مع بعض كده، الصوت بيتنقل عبر ايه؟ الصلب. معروف الصلب طبعا، طبعا يعني. في حيطه بيني وبينك فبنتكلم وانت تسمعني. مدسر. ايوه. ما احنا هوا، في حاجه ما بيننا؟ يبقى السائل. مفيش، يبقى هتتنقل عبر ايه؟ ايه يا احمد عديت منه؟ ما انت كنت حلو بتقعد تفكر كده وتطلع. في احنا عايشين في ميه صح؟ لا اسماك لا. احنا هو الهواء فعلا. الغاز يا خالي، الغاز. صح. ارجوكوا ركزوا، ارجوكوا عشان الحاجات دي مهمه جدا. بالظبط. لكن النعامه سمعت الصوت عبر الصلب، الارض. وكمان عايز اقول لكم معلومه مهمه جدا، ان الصوت بيتنقل في الصلب احسن من السائل، احسن من الغاز. ده انا على كده بقى خلي اركب حديده في ودني عشان اسمع عادل. مش بالظبط كده يا مدسر، هقول لك، هثبتها لك. انت لما بتوطي كده على الترابيزه وتخبط بتسمع الصوت احسن لو ودنك لازقه في الترابيزه، احسن من ان هي الصوت يتنقل عبر الهواء. علشان كده الصلب. لان ليه؟ لان الصلب الجزيئات بتاعته قلنا ان هي مترابطه جدا، فسهل ان هي تنقل الصوت احسن. تمام. طب دلوقتي في مشكله، انتوا عارفين انا هعمل تجربه ايه؟ لا لا، محتاجين تركزوا. انا هحاول اجيب سماعه، والسماعه دي هنحط عليها طبقه خفيفه جدا، غلاف بسيط خالص، ونحط شويه ميه وهنشغل صوت. الصوت ده هيخلي شكل الميه ياخد شكل الترددات. تخيلوا ده، فنقدر نشوف شكل الصوت. شكلها حلو، مش مهم الشكل حلو ولا وحش، المهم ان هي بتعمل شكل ترددات. وهل بقى الشكل ده بيبقى على صوت اللي شغال صح؟ ايوه بالظبط. يعني بيختلف. مثلا ايه؟ مثلا مشغل حاجه مختلفه، حاجه صوتها عالي، حاجه صوتها واطي. بالظبط، هتخلي التردد يختلف. كل ما التردد يختلف يعني انت ممكن تسجل صوت وتشغله فتتشكل على شكلك. لا مش بالظبط، شكل الترددات حاجه وشكلك انت حاجه تانية. تمام. كده فصلت يعني. كل ما التردد يختلف كل ما الشكل بتاع الميه هتلاقيه بيهتز بطريقه مختلفه. تمام. انت مش مصدقني صح؟ احنا مش فاهمين. تعالوا نشوف. يلا دلوقتي احنا معانا السماعه اهي وعليها طبقه خفيفه جدا. ماشي. تعالوا لازم تشوف من فوق. تعالوا هنعمل ايه؟ عايزك تضغط بشويش على طبقه الغلاف دي بعد اذنك. أيوة. مدسر. ايوه انت من ناحيه وهو من ناحيه. هنجيب شويه ميه. تحط بالقطره؟ لا لا، نحط شويه كده. ما ساعة خالي. ساعة؟ حلو انها ساعة. جايبها من التلاجة. لا لو شربت جايبها من التلاجة. اشرب. بعد ما نخلص التجربة ابقى اشرب. شيل ايدك. هتتدلق. لا مش هتتدلق. هو انا مش خاله؟ خاله انا ولا مش خاله؟ انت مش خاله؟ انت مش عالم؟ ايوه صح كده. تمام.
هنشغل حاجة. بص هنا في السماعة. جاهزين؟ جاهزين. جاهزين تشوفوا؟ جاهزين. بصوا خاله ولا مش خاله؟ ده شكل الصوت كده بقى. كل ما هي هتبقى غويطة كل ما هي هتتشكل اكتر. صح. شكلها جميل. شكل كده بقى هي خدت شكل اللي شغال. بالظبط كده. يبقى احنا شفنا شكل الصوت. واستنوني لان انا محط لكم تجربة جديدة جدا المرة اللي جاية. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.